السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كلنا عارفين أمر بيرج، لكن ده بقى ماستر بيرج. هو بيعمل إيه؟ بيشيل لك حاجات كتير جدا من المشروع بتاعك بحيث إنه يكون أخف. يعني ممكن تقول له شيل لي أي فيو مش موجود في شيت، شيل لي أي سكادول مش موجود في شيت، شيل لي أي ليجند مش موجود في شيت. طبعا ده لما تكون مخلص مشروع خالص وناوي إن أنت تبعته. الأداة دي ميزتها إن هو مجانية، تمام. أي روم أو سبيس مش مستخدمة احذفها، اي كات فايل سواء امبورت او لينكد احذفها، تمام. فده بيوفر له وقت عشان ابدا اشوف الحاجات دي كلها، بتاخد وقت. فهو ده اداه قويه جدا ومجانيه، تقدر ان انت تسطبها عادي بدون اي مشاكل خالص عندك على الجهاز. فبيقول لك دي الفيوهات اللي موجوده، فلو في اي حاجه عايز ان انت تستثنيها مثلا 3D تستثنيه مفيش مشكله، هيديك فرصه ان انت تستثنيه. في الاخر بيعمل لك اناليسيس دي الحاجات بتاعتك الكاد مثلا، بحيث لو انت في حاجة عايز تحتفظ بيها. ده كويسة ومجانية.